سيدي مرحبا بكم على هذا المباشر مع محمد الصديق معنينو قيدوم الصحفيين المدير الأسبق للتلفزيون المغربي الذي اشتهر بتغطيته لأحداث المسيرة الخضراء. معي محمد الصديق معنينو. سي محمد الصديق معنينو كنرحبوا بك على قناة شوف تيفي. بارك الله فيك. شكرا سي مصطفى. كاين الحدث سي محمد الصديق معنينو البارز هو أن بايدن وقع على واحد مجموعة من القرارات الرئاسية، يعني عودنا على هذا الإجراء ديال التوقيع على مجموعة من القرارات الرئاسية وقيل فوق 15 قرار، كيفاش تبعتوا هذا الحدث؟ شوف، هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عنده واحد العدد ديال الصلاحيات اللي تخصها له الدستور الأمريكي، ماشي هي الرئيس تيجي وتهضر وتقول انا بغيت نوقع. توقع اذن على واحد المراسيم رئاسيه، هذيك المراسيم الرئاسيه فيها عدد الانواع، لكن بصفه عامه من اختصاص الرئيس انه يوقع. مثلا اللي جاء الرئيس الجديد بايدن اعاد امريكا الى المؤتمر الدولي للمناخ الذي انعقد في باريس وانعطت نسخه منه في مدينه مراكش، بينما الرئيس السابق وقع مرسوم أخرج الولايات المتحدة من المناخ. إذن هذا واحد القرار سيادي ديال الرئيس تيتخذو، وعادة الرؤساء خلال حكمهم لأربع سنوات أو لثماني سنوات يتخذون العشرات بل المئات من هذه القرارات الرئاسية، ولها قوة دستورية ولها قوة تنفيذية. الآن الرئيس الجديد عندما وصل إلى الحكم بعد نجاحه في الانتخابات وجد أمامه عدد كبير من المشاكل التي تعاني منها أمريكا، وكان عليه أن يسرع في اتخاذ القرارات لمعالجة هذه المشاكل. أولا، في فكر الرئيس الجديد وفي يعني الدوائر التي عينها من مساعدين ومستشارين، الهم الأساسي الأول هو الوضعية الصحية للشعب الأمريكي. نعم. وقال أنا سأعمل خلال 100 يوم الأولى على تلقيح 100 مليون أمريكي. معنى ذلك أنه سيحاول محاربة هذا الفيروس بتعميم التلقيح بسرعة كبيرة ليصل في 100 يوم إلى 100 مليون، معنى مليون شخص في اليوم. وقع كذلك مرسوم يقول بإلغاء المرسوم الذي اتخذه الرئيس السابق فيما يتعلق بمنع دخول بعض يعني مواطني دول اللي وصفوها بأنها أغلبيتها من المسلمين إلى أمريكا. وقع مرسوم مثلا يعيد أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية. إذن هذا شيء طبيعي، لكن يعني الأولويات بالنسبة للأمريكيين هي القضايا الصحية أولا، ثانيا المشاكل الاقتصادية الناتجة عن هذه الوضعية الصحية المتردية. ما نسوش بأن في أمريكا راه مقرب ويوصل 500 ألف ديال الوفيات. هذا شيء كبير جدا. نعم. ناتج عن هذه الأزمة وهذا الفيروس انهيار واحد العدد كبير من الشركات، شركات إما في ملك شخص أو شركات اعتبارية. إذا الرئيس الأمريكي كذلك يسعى إلى إعادة النشاط للحركة الاقتصادية الأمريكية. الأولوية الثالثة هو أنه بعد هذه الانتخابات ظهر أن هناك شرخ انقسام عميق في الرأي العام الأمريكي. هناك مجموعة مؤيدة للرئيس الجديد بايدن حيث حصل على حوالي 80 مليون صوت في الانتخابات، وهناك مجموعة مؤيدة للرئيس السابق وهو كذلك حصل على حوالي 75 مليون صوت. إذن هذا الانقسام برز بطريقة يعني ملفتة للانتباه
عندما وقع الهجوم على الكابيتول. الكابيتول هو مقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، وهو عربون وعنوان الديمقراطية الأمريكية. نعم. إذن سيحاول أن يجمع الشعب. لذلك نجده في خطابه الافتتاحي يكرر 7 مرات الوحدة الوحدة الوحدة. أنا رئيس جميع الأمريكيين. نعم. علينا أن نوحد الصفوف. إذن هذه هي المشاكل الثلاثة الأساسية التي يعني تأخذ بلب التفكير والتحرك في الإدارة الأمريكية الجديدة. بطبيعة الحال هي صدمة أيضا لأعداء الوطن الذين كانوا يراهنون على أن بايدن سيكون من أولى القرارات التي سيقوم بها هي إلغاء القرار السابق لدونالد ترامب الذي اعترف بموجبه بأن الصحراء مغربية. هذه الخيبة ما يمكن أن تقول عنها محمد الصديق مالينو؟ هما في الحقيقة وراء هذه الخيبة هم خصوم وأعداء الوحدة الترابية، وحلم أولا فوجئوا بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، فوجئوا بفتح قنصلية واتخاذ الإجراءات يعني ترسيم موقعها بصفة نهائية، فوجئوا بالسفير الأمريكي يوقع على خريطة المغرب متكاملة. هذا يؤكد أولا أن أجهزة المخابرات في تلك الدول هي أجهزة لا زالت متأخرة ولم تستطع أن تشعر بأن هناك تحول، ليس تحول بسيط بل تحول استراتيجي في المنطقة. أمريكا ليست هي دولة عادية صغيرة تعترف أو لا تعترف، هذه دولة لها ثقل، لها وزن تكنولوجي اقتصادي عسكري إنساني لبغيتي، هذه أول قوة في العالم. إذن فعندما فوجئوا بدأوا يبحثون لتهدئة أصدقائهم والإلعان خاصة في الجزائر، فيقولون مثلا هذا المرسوم وقع والرئيس انتهت ولايته. الرئيس في أمريكا يبقى رئيساً إلى يوم 20 يناير على الساعة 12. نعم. وقد لاحظنا أن هذا الرئيس غادر البيت الأبيض في صبيحة آخر أيامه. نعم. وركب الطائرة الخاصة بالرئاسة أنزلته نصف ساعة قبل الساعة 12، معنى أنه ظل رئيساً إلى آخر حاجة. نعم. طيب، الآن هم يتصورون يحاولون أن يجدوا كل مرة طريقة للقول بايدن سيتراجع عن هذا القرار. كذلك يعني يحاولون القول بأن الإدارة الأمريكية الجديدة هي إدارة لم تستشار وإدارة ستغير يعني موقفها فيما يتعلق بهذا القرار. ما يمكن قوله هو أن هذا القرار وقرار سيادي وسياسي وعادي بالنسبة للرؤساء الأمريكيين. نعم. وهذا القرار يعكس اتجاها دوليا موجود ليس فقط في أمريكا ولكن موجود في عدد كبير من الدول التي ترى في المقترح المغربي لحكم ذاتي هو الحل الوحيد الواقعي، يعني الذي يتمتع بقوة فكرية بمصداقية لحل الأزمة. نعم. ومعنى ذلك أن الأمم المتحدة لا زالت مختصة في هذه الموضوع، ولكن اختصاصها الآن سينزوي في كيفية هذا الحكم الذاتي. نعم. نحن عندما نذهب الآن إلى أمريكا لا نناقش مغربية الصحراء، نناقش الحكم الذاتي. عندما يتم الاعتراف نهائيا بأن هذه الأرض مغربية يا سيدي لنفتح النقاش حول الحكم الذاتي، ويضيفون كلما كانت هناك نوع من يعني يبحثون بين السطور عن طريقة يعني القول بأن الرئاسة الأمريكية الجديدة أنهت هذا المرسوم. طيب، في
سجل البيت الأبيض الأمريكي عندما يتخذ رئيس دولة قرارا مرسوما أي قرارا يعني قانونيا بهذا المستوى يتم تسجيله في يعني الدفاتر الرسمية للبيت الأبيض الأمريكي. وعندما يذهب الرئيس يتم نقل كل ما كان موجودا عند الرئيس إلى الأرشيف وتفتح صفحة جديدة. هذا ما حدث مع باراك أوباما عندما ذهب، وهذا ما حدث مع الرئيس الأخير، وهذا ما سيحدث مع هذا الرئيس عندما ستنتهي ولايته. سيتم نقل كل القرارات والمراسم اتخذها إلى الأرشيف. نعم، هذا بطبيعة الحال هو جواب شافي وكافي على مجموعة من الجهالات في التحليل والنقاش السياسي الذين لا يعرفون كيف تجري الأمور في تحول الأمور الرئاسية من رئيس إلى آخر. سي محمد الصديق معنينو، أخيرا يعني الاتجاه ديال بايدن كيف يعني يظهر لك من خلال تعامله مع المغرب من خلال فتح علاقات جديدة؟ أنا أظن أن أمريكا أولا كباقي الدول تبحث عن مصالحها، المغرب يبحث عن مصالحه وأمريكا تبحث عن مصالحها، وعندما تلتقي بلدان وتتقاطع المصالح يتم الاتفاق. نحن اتفقنا مع أمريكا وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة لا بد من القول بأن جلالة الملك قاد هذه المفاوضات بكثير من الحكمة وبكثير من الإيمان بالقضية التي يدافع عنها وبكثير من العناد حتى لا يتم الضغط على المغرب أو استخراج قرارات من المغرب. ربما لا نتصور ما معنى أن تحترف أمريكا بمغربية الصحراء. لا بد أن نعطي لهذا القرار الحجم الكبير والقوة الكبيرة. إذن نحن الآن أمام وضعية غيرت استراتيجية في المنطقة، غيرت ميزان القوى في المنطقة، أحدثت زلزال في المنطقة، زلزال وقع في المنطقة. لكن عند أخواننا الجزائريين لم يفهموا بعد هذا الزلزال، يعني الأرض تحتهم يعني تتزعزع وهما يقولون البوليزاريو والصحراء الغربية. هذا كلام انتهى، هذا كلام أصبح يعني متجاوزا، وعليهم أن يعرفوا أن المغرب في الصحراء وسيظل في الصحراء سواء اعترفت أمريكا أو لم تعترف أمريكا حتى نكون واضحين. إذن الاتجاه الآن هو نحو العودة في أكتوبر القادم إلى الأمم المتحدة. ربما خلال هذه الفترة سيقترح الأمين العام يعني واحد ممثل جديد ربما في بداية الصيف القادم، ستجتمع مجلس الأمن، وأنا أترقب أنه سيصدر قرارا شبه القرارات السابقة يقول فيه بأنه يؤيد الحكم الذاتي. هذا في أبريل وقيلا قبل حتى أكتوبر، يعني سيكون القرارات واحد في أبريل واحد في أكتوبر يمكن، ولكن القوة الأساسية تكون في أكتوبر، ولكن يمكن أن يفتح الملف في شهر أبريل. مشاهدي قناة شوف تي في، بطبيعة الحال جلسة دائما تكون ممتعة مع محمد صديق معنينو، تجربة رائدة في العمل الإعلامي وأيضا في التحليل السياسي المنطقي. كنشكرك سي محمد صديق معنينو، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى.